حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناه الايام الفضائيه، وهذه حلقه جديده من برنامج الوسم. انا كرار حباب، فاصل قصير، فقره فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في فقره فيس تو فيس، حيث الاخبار والمواضيع والاحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا وحلقاتنا من برنامج الوسم. المواضيع المتعددة اللي دائما ما تؤخذ بهذا البرنامج هي المواضيع اللي تكون ترند في مواقع التواصل الاجتماعي، الرائج في الأخبار، المواضيع، الأحداث، دائما ما نركز عليها ونسلط عليها الأضواء سواء محليا او عربيا او حتى عالميا. فكل حلقه كالمعتاد راح تشوفون كل هاي الاحداث اللي تصير سواء بالبلد او خارج البلد. فبس حبيت اذكر الناس ايضا اللي ما متابع البرنامج واللي هستوى بدا يتابع البرنامج، فحبيت اذكر تذكير بسيط لا اكثر ولا اقل. موضوعنا الاول في هذه الحلقه، محمد الشياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، من صار بالحكم بدأ يسوي قرارات عديدة من شأنها أنه ترفع من مستوى الدولة أو الحكومة العراقية، قرارات على مستوى التعليم، قرارات على مستوى الصحة، قرارات على مستوى الرياضة، قرارات كثيرة، حتى قرارات أمنية أيضا. من ضمن هاي القرارات اللي شدد عليها، مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بجهاز النقال بالتليفون أو بالحاسوب أو الآيباد، ولكن الأكثر بالتليفون. من يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من القوات الأمنية هذه المرة سيعاقب عقاب شديد. هذا هو اللي وجه به محمد الشياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، وجه انه من يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من القوات الأمنية سيكون عقابه شديد. الخبر او الموضوع او القرار صارت عليه اصداء كثيرة ما بين مؤيد معارض وايضا ناس تحب تضيف على قولة أحمد مكي بالفيلم مالته التاتش بتاعها، تريد تضيف اللمسة مالتها. اللمسة شنو اللي رادوا يخلوها بعض الناس؟ إنه لازم مو فقط القوات الأمنية بل وحتى الناس العاديين المدنيين من يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. صح الجنود هم في مؤسسة عسكرية سواء دفاع أو داخلية، ولكن حتى المدنيين من يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كامل. اكو ناس هو يقعد الصبح يفتح التيك توك او اليوتيوب، يظل يهذري بالفيديو او لايف او بث مباشر او يسجل مقاطع ويمنتجها وينشرها بعدين، وهي ما بها اي فائده، او هذا اللي ينشر وغيرها من الامور. فالناس طالبته بالمزيد حتى مو فقط القوات الأمنية. خلينا نشوف الخبر وتفاصيله وشنو كانت ردود الأفعال. يقول رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني يوجه بمعاقبة كل من يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من القوات الأمنية. أما التعليقات التي كانت، طبعا هذا هو الكتاب اللي وجه من خلاله قيادة العمليات المشتركة، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، جهاز مكافحة الإرهاب، جهاز المخابرات الوطني العراقي، جهاز الأمن الوطني العراقي، هيئة الحشد الشعبي، قيادة عمليات بغداد. يقول للتوجيه السيد، تنفيذا للتوجيه السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة خلال اجتماع المنعقد بتاريخ 31/10/2022 بشأن معالجة ظاهرة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل
القادة والضباط والمراتب والمنتسبين تسبب الآتي محاسبة أو نعم تتسبب الآتي محاسبة ومعاقبة كل من يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالتغريدات والتعليقات التي لها جنبة سياسية ومساس بالذوق العام أو التهجم لكونها تتعارض مع مفهوم الحريات الشخصية التي كفلها الدستور. همزين جاي أقرأ الكتاب لأن الكتاب كلش لاتخاذ ما يلزم في ضوء توجيه سيادته وتعميم على يعني التعميم على الكل وإعلامنا. هذا هو الكتاب اللي صدر. ماذا كانت التعليقات؟ يقول محمد الملياحي سيادة الرئيس المفروض تعاقب من أساء لهذا البلد ونهب خيراته حال الشعب يرثى له. أشد على إيدك يا محمد الملياحي، وأيضا أنا بدوري أناشد محمد الشاع السوداني على أن يحاسب كل من نهب خيرات البلد الذي ظفر بال 3.7 تريليون والذي ظفر بال 10 مليارات والذي ظفر بال 70 مليار وغيرها من الأحداث اللي صارت والسرقات. نطالبك باسم الشعب أن تكون خير عون للعراقيين وإرجاع الأموال إلى خزينة الدولة ممن؟ من الذي كانوا هم في مناصبهم، ولكن السراق إن لم يكون عقابهم شديد كل مرة راح يعيدون الموضوع. فأتمنى كل من تثبت إدانته بالسرقة أن يكون عقابه شديد. وراح ندقق احنا وراء هذا الموضوع شو اخبار نور جاسم، مدري نور زهير جاسم، وال 3.7 تريليون دينار عراقي اللي هن 2 مليار ونصف دولار امريكي. ابو احمد يقول ادخل التاريخ من اوسع ابوابه، انشئنا الطريق الحلقي والجزء من عنده يمر بالكاظمية الثانية الصابيات شارع 100 وخلصنا من ازدحامات 50% لأن ملينا وتعبنا من الازدحامات والمواطن يحكي ويا روحه بسبب هالزخم المروري. هذه التعليقات يجب أن تصل إلى دولة رئيس الوزراء الأستاذ المهندس محمد الشياع السوداني. هذه هي طلبات المواطنين، بالتالي الرئيس لازم يكون متابع لشعبه للمواطن العراقي. فبالتالي من دورنا الإعلامي أنه من خلال أي موضوع نظهره بالقناة لازم أكو تصير مناشدات بالتعليقات، بالتالي لازم التعليقات توصل إلى أصحاب المعالي. وإن شاء الله إحنا نتأمل خير بالمهندس محمد الشاع السوداني. عمار يقول افتح التيك توك وشوف، قبل فترة واحد من الاستخبارات ويبث من غرفة كلها اضبارات ما اعرف شنو، لو ضابط يبث تيك توك ويتوسل ارفعوا البث. تيك توك يعني التيك توك يقصدون. ضغطوا كذا حبايبي منورين، والله هكذا نماذج طرد المفروض. اتمنى يتم معاقبتهم ذولا. بينكو تقول يعني بعد ما نشوف ضباط بفلاتر بنات بالتيك توك وغيرها. أما آخر تعليق من علياء سلمان تقول وحتى المدنيين أشو بس قص ولصق كذب وافتراء. هذا الموضوع، هذا موضوع جدا مهم. أحيانا أكو ناس كوبي بيست ما يدري شنو الموضوع، صح مو صح، غلط ما أدري شنو، ما يدري. جاب شافه سواله شير، جابه شافه سواله كوبي بيست وخلاه بصفحته، ما يدري صح لو غلط. هذا الموضوع خلي نسولف به هنا انا وياكم. هذا الموضوع لازم يكون الى حد. عزيزي المواطن العراقي الكريم، قبل لا تشارك منشور معين وقبل لا تسوي او قبل لا تعلق وقبل لا تعيد تسوي ريتويت او تسوي عادة نشر، شلون ما تسموها، او تسوي مشاركة بالفيسبوك بالتويتر بالانستغرام، قبل كل ذني
تأكد من صحة الموضوع، يابا هذا الموضوع صحيح لو لا، هذا الموضوع شنو فائدته. يعني استشهد الآية الكريمة، الله سبحانه وتعالى يعني بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، صدق الله العظيم. يعني لازم احنا نتأكد من هاي المواضيع. هذا الموضوع يا مشاهدينا الكرام، يا أخوتي، يعني أنا ما أريد أقول مشاهدينا وأحب، لا، أخوتي وأهلنا وأصدقائنا، لازم تتأكد قبل لا أفتح قبل لا أشوف تليفوني وأشوف الأخبار وأشوف المنشورات وأجي أشيرها، لا، خل أتأكد. خبر مثلا، خبر محمد الشاعر السوداني يزور فلان دولة، أوكي تمام، أكتب بالجوجل محمد الشاعر السوداني يزور فلان دولة، إذا طلع لي الخبر صحيح أسوي سيرش أكثر من هذا، ألقى الموضوع صحيح، أوكي أنت رأيي. بس إذا كان الموضوع غلط، وخصوصا هسه أكو صفحات بالفيسبوك هي مجرد وجودها للأخبار الكاذبة وبث الإشاعات، وممكن توصل بهم الحالة إلى أنه يعيدون فيديوهات قديمة صار لها 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات، يعيدوها من جديد، ينشروها على أنه هي الآن أو اليوم أو هذه الأيام. فهذا الموضوع حبيت أنوه عنه، لازم إحنا ناخذ حذر من هذا الموضوع. موضوعنا الثاني في هذه الحلقة هو الموضوع اللي صار ترند كبير جدا، وصل لدرجة إنه من يوم ما ظهر بالتلفزيون وبهذا البرنامج لغاية يومنا هذا هو ترند، وصل إلى 30 مليون مشاهدة فقط الهاشتاج. وأي هاشتاج؟ هاشتاج الشيخ أحمد سلمان التونسي، هذا الشيخ اللي يمثل العمامة، عمامة رسول الله، يمثل شيعة أمير المؤمنين، خير تمثيل، زين، من خلال طرحه وأسلوبه المثقف وانسيابية وبدون تجريح وبدون تأويل وبدون ما يخدش الرأي العام، وأيضا بالدلائل وبالكتب سواء من المذهب الشيعي أو من الطائفة السنية. بالتالي هذا الشيخ من ظهر بالتلفزيون في قناة تونسية وهو تونسي للمعلومة، اجتاحت فيديوهاته مواقع التواصل الاجتماعي. يعني مثلا هو اللي أراد المقدم أن يحرجه وسأله سؤال: هل تعتقد أن علي بن أبي طالب في الجنة؟ قال له: أنا لا أعتقد بل متأكد. وقال له أيضا بالحلقة، ذكر له بفلان كتاب من كتبكم أنه علي بن أبي طالب هو قسيم الجنة والنار. علي بن أبي طالب عليه السلام، زين، فهذا هو ميزان الحق، هو عن لسان النبي محمد عليه الصلاة والسلام أيضا. فبالتالي هاي أتذكر، يعني هساني أتذكر فقط يعني بعض من الحديث اللي تحدث أو صرح به لهذه القناة خلال جلسة تجمع كل الطوائف. وسأله هواي أسئلة، انه الشيعة ليش ما اعرف شنو ما يذكرون النبي محمد بالاذان وما اعرف شنو، ولكن كان مثقف واعي، جوابه جدا جميل. هذا هو مسلح بالعلم والثقافة والدين والوعي، وكل هذا يتمثل باسلوبه بالرد، زين. يعني العدد 6 ضيوف إضافة إلى المقدم، هو تميز من دونهم، كان هو الأجدر واللي ماخذ الجمهور وماخذ الكاميرات وماخذ الشو كله. ليش؟ لأنه إجا بالحق وما نطق إلا الحق. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وماذا كانت تعليقات الناس بعد إثارته اهتمام رواد المنصات بطرحه وأسلوبه. الشيخ أحمد سلمان يصبح رائجا في فيسبوك وهاشتاغ باسمه يتجاوز 30 مليون مشاهدة على منصة تيك
توك. هذا فقط الهاشتاج على التيك توك تجاوز ما يقارب 30 مليون مشاهدة. بالتالي هذا الموضوع اللي احنا تحدثنا به وبصدد الحديث عنه ايضا بهذه اللحظات هو برسالة مهمة جدا، انه مهما كان الناس من حولك اللي يفتري واللي يكذب واللي يكون منافق، سواء من الضيف او من الضيوف او من المقدمين، فبالتالي انت متسلح بدينك، ثقافتك، ومعلوماتك اللي انت تطرحها. لذلك كان الشيخ احمد سلمان هو خير مثال، الشيخ احمد سلمان التونسي. وهم شيء كل ساعه وكاتبين، حتى هم بقناتهم الشيخ الشيء، هم رادوا يستعارون او رادوا يطلعون شيعة امير المؤمنين ها والله هم ما يعرفون بالدين، لو هم مثلا بعيد، لا ما حد سوى شيء، مجرد ان هذا الشيخ طلع ثبت لهم وسكتهم والناس صارت ضدهم. بس هو الحق، هو الحق، كان من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وقال له نعتقد انه علي بن ابي طالب، قال له ما نعتقد، قال لا بل هو اكيد، لان هو قسيم الجنه والنار. التعليقات، مهمل يقول عندما تعطي العمامة للشخص الصح اسلوب راقي ومنطق جميل ويتحدث بالدليل، ربي يوفقه ويحفظه ومخلي له قلب. علاء الكعبي يقول شيخ موزون بكلامه ولا يتجاوز على الآخرين ويقنع المقابل من حيث أدلة دامغة من قلب كتابهم من حيث لا يعلمون. سدد الله خطواتك وقد أعطيت العمامة حقها، وحفظك الله ورعاك شيخنا الفاضل، وحشرك الله مع محمد وآل بيت محمد. هشام يقول الحق لا يعرف بالرجال مهما كان علمهم، وإنما الرجال تعرف بالحق. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا هو الإمام علي. يقول مصطفى أسلوب الطرح راقي وأدلة دامغة جدا بأسلوب غير استفزازي للطرف المقابل، نتمنى له التسديد من إمامنا صاحب العصر والزمان، سهل الله مخرجه وعجل الله فرجه. إيهاب القاروني الموسوي يقول عندما تكون مسلحا بالفكر والمعرفة دينيا وعقائديا وأخلاقيا بطبيعة الحال ستصبح مثالا يحتذى به. هذا كان آخر موضوع في مواضيعنا لهذا اليوم في فقرة فيس تو فيس. فاصل قصير، فقرة ترند تيوب اللي بها أحداث وفيديوهات مهمة وكثيرة جدا، خليكم ويانا لحد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في فقرة الترند تيوب. في هذه الفقرة الفيديوهات اللي تنتشر، الفيديوهات اللي تكون ترند في مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق، الدول العربية، بالعالم. الفيديو الاول هو فيديو ما اعرف شو اوصفه، ولكن هو ممكن عميد او لواء عمار ممكن انطى حق الحديث، ولكن اترجاكم اكو مرات ابو السيارة او ابو اللوري ما مخطئ، احنا نخطئ اللي نمشي واللي نعبر من جسر المشاة موجود، نعبر بصف الجسر، ما نصعد الجسر، نعبر بصفه ونتسبب بحادث أليم. اترككم مع هذا الفيديو بالشرح والتفاصيل والصور اللي كانت موجودة مع لواء عمار. مثقف واللي عنده عقل، طريق مرور سريع يعبر على جسر عبور المشاة، امشي شهر ولا تعبر نهر، هذا النهر يا ابي. شوف ايش سوت هاي البنية،
هي الله نجاها الحمد لله والشكر. مش راح تقولين ربك جتي. يلا خلي شوف انا وياكم جتي. شوفوا بدايتها هي تباع بالتليفون، تريد تعبر باعوا قلبت كملت راح تيجي تعبر. لاحظوا من عبرت 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 وين بين السيارات دا تمشي بشارع مدني بشارع محل سكن باعوا. لاحظوا لاحظوا ياسر وقف لي هنا اللقطه. لا وقف فيها هي قاعده منتبه هنا. شوفوا اللي صار هنا شنو. هذه السياره راح تعبرها، هذا السياره دا يريد يتجاوز هذه المركبه. ارتبكت شوفوا صارت وين بالمرمى مالتهم، ما عندها مجال تنفذ. خلينا نشغل على البطيء مره ثانيه. لاحظوا لاحظوا اللي صار. هذا شافه خافت رجعت. لاحظوا وقف للصوره. شوفوا ابو التريل ايش عباله؟ عباله هذا ابو السياره راح يدس البنيه. ايش سوى؟ اتخذ اجراء المباشر والفوري. طبعا نحكي على مسافه الامان هم احنا. وشنو؟ بدا ياخذ الايمن. تفاجئ بيها جتي من هنا. زين شو يسوي الرجال؟ شو يسوي؟ لاحظوا سرعه البديهه الله يبارك بيه وعوضه ان شاء الله. لاحظوا خل مشي. لاحظوا يا دوب لاحظوا ركضت خلصت منه. فوق كل هاي شوفوا فوق كل هاي فوق كل هاي باعوا اللي صار شنو؟ ابو التريلر وين راح؟ راح نعيده. شوفوا رجعت شافت التريلر صار. لاحظوا ايش سوت مرت اللغ؟ يا اخ ما شنو العين الصلفه هذه باعوا. شوفوا عبرت ركض وراحت كأن شيئا لم يكن. ليش؟ خلينا نعيده والله راد ياسر خلينا نعيده. خلينا لاحظوا لاحظوا هاي الصوره الطبيعيه. شوف ايش صار. ابو تريلا شاف لحظه 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 الله نجاها. زين الله نجاها ايش رجعي عبر من جسر عبور المشات. شنو هالمخالفه هاي؟ انت اذا مثقف هل انت مثقف؟ انا بدي اوجه هذا السؤال. انت مثقفه؟ عندك ثقافه؟ البعض راح ينتقدني خليه ينتقدني بكيفه. ولا ما اعتقد اكو كلام ممكن اضيفه بعد ما بعد ما اللي تكلم به مقدم البرامج، خلينا نسميه مقدم البرامج لانه هو طلع تقاعد، الاستاذ عمار وليد الخياط. هذا الموضوع اللي دائما ما يحصد ارواح، يسبب خساره بالطرق الطريق العام واضرار ماديه بالطريق العام، يسبب خساره الماديه للاشخاص من خلال مركباتهم او سياراتهم، وايضا يسبب الخوف الهلع السكر كل شيء انت ممكن يصيبك اثناء الحادث. شفتوها انتم تروح ترجع تريد تعبر بروسلي بيب بيب انت منو ضد الرصاص ضد الكونكريت انت تعبرين هيك زقزاء بنص السيارات. هسه من تشوفين هذا الفيديو وتشوفين هذا المسكين اللي طالع الصبح على شغله ورايح ابو اللوري، من تشوفينه بهاي اللقطات بالفيديو شلون راح عبر على السايد الثاني ما ادري ايش صار بيه هسه والله ما ادري الله يكتب له السلامه. من تشوفين هذا الفيديو ضميرك ما ينبج؟ الضمير هو موضوع ضمير، موضوع ضمير، ضميرك ما ينبج من تشوفين هذا المقطع. زين انت ليش تردين تعبرين ذاك الجسر المشاة؟ ترى قريب ايش قد تكون مسافه 100 متر 500 متر. اروح اتمشى او انزل انا انزل يم جسر المشاة حتى اعبر بمكان ما انزل لي غاد، ترى ما بيها شيء. اذا انت كنت راكبه كوستر او كيا او 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 تاكسي كان اي سياره نقل انزل يم الجسر، انزل يم الجسر واعبر. ليش اتسبب بكل هاي الاضرار؟ وعلى قولت العين الصلفه نوب رجعت ما رجعت راحت للجسر وعبرت فوق ما سوت الحادث، النوب رجعت وهم رادت تسوي حادث جديد وعبرت وراحت. منو اللي قاعد بيها يا مسكين؟ منو راح يصلح الطريق العام السياج؟ منو راح يصلح سيارته؟ هو راح توقع براسه. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو اللي والله يعني نجيب ونحكي ونتحدث ونسولف ويابه. بس اميري علي عيني تقول نظام ما عندنا، لو عندنا نظام العبور كان هذا كله ماكو، ليش تحكي عليها؟
هذا واقعنا كله تعبر بين السيارات، هذا واقعنا اذا كان ماكو جسر للمشاة، بينما اكو جسر للمشاة على بعد امتار بسيطة من مكان الحادث. بالتالي هاي لو بغير دولة هي اللي تتحاسب، وابو اللوري كل شيء ما يسوي، كل شيء ما يسوي له، ان حتى ان دهسها او ان توفت لا سمح الله ما عليه اي عقاب، اللي يعبر مو من الطريق المخصص واللي يعبر مو من جسر المشاة. احمد يقول يا ريت يتفعل قانون او يتعدل القانون مثل باقي الدول، اي شخص يعبر من مكان غير مخصص للعبور او يعبر خط سريع ويتسبب بحادث يكون مسبب ويعاقب او يتوقف وتنطبق عليه نفس قانون الدهس. اما اذا انصدم بالمركبه وتوفى او صار به اضرار وكان السبب بيها نفسه ايضا يكون مسبب للحادث، وسائق المركبه يكون بريء بالقانون. ابسط مثال تركيا، اذا شخص عبر والاشاره حمراء او عبر على خط السريع وصدمته مركبه يكون القانون مع السائق وليس مع العشائر والشخص المصدوم. اسامه يقول المفروض تتحاسب وتتغرم وتغرم خسائر ابو التريلة. عصام يقول يجب اتخاذ اجراءات لمنع عبور الناس من جسر محمد القاسم وقناة الجيش. انا وياك بالموضوع، لان هاي طرق سريعة وجاي تسبب حوادث كثيرة للسيارات بسبب هاي الناس. والله انا طريقي يوميا على محمد القاسم اللي انذكر حاليا بالتعليقات، طريقي يوميا اروح واجي على محمد القاسم. اذا طلعت الصبح حي على الصلاة اللي حادث، واذا كان رجوعي متاخر بالليل ساعة 12 ساعة 1 ساعة 2 حي على الصلاة اللي حادث. هذا هو محمد القاسم، كل يوم يحصد ارواح الناس، كل يوم تصير به حوادث اكثر واكثر. هذا هو محمد. الصبح تصير به حوادث هواي وبالليل تصير بحوادث هواي، ودائما وين تكون الحوادث؟ من اماكن العبور، لو من جوا الجسر، جسم المشاة بس ما يعبر، يفوت يعبر هيك، لو من اماكن بيها ختلات، يعني مثلا بنص محمد القاسم اكو تشجير عالي، هذا يطلع لك من بين الشجره ما يدري بالموضوع، خطيه السائق يجي يمشي، طبعا الدوله قالت له امشي 100، الدولة قالت لمشي 120 طريق سريع، ماكو من بين الشجرة فجأة ابو السيارة يلقاه قباله يجيبه منه يوديه منه يحاول يراوغه ماكو. انا لله وانا اليه راجعون. عمار يقول الثقافة مو بالشهادة واللبس، الثقافة في حسن التصرف والكلام. هذا كان اخر تعليق عندنا بخصوص موضوعنا او الفيديو الاول اللي هو فيديو حادث الامرأة اللي قررت انه تعبر مو من جسر المشاة، بالتالي هيك صار. الفيديو الثاني يقال حسب ما ذكر هذا المواطن بالفيديو انه موكب رئيس الوزراء العراقي الجديد المهندس محمد الشياء السوداني. ان كان فعلا هذا الفيديو اله فعاش تيده، وان كان مو اله لاي مسؤول هم نقول عاش تيده. خلينا نشوف موكب هذا المسؤول. أحلى شيء صادفنا اليوم هو الرحيل مال السيد رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني. طبعا في الثقافة بالرتل مو طبيعية، يعني عدد السيارات تقريبا 5 دهوات، سيارة مرور واحدة، حمايات ماكو، شوفرات ماكو، جيش وعسكر ورعب ماكو، مجرد أشياء يعني سيارات طبيعية ويمشون بانتظام وبهدوء، كل شيء مرتب، كل شيء مرتب. الله يديمه ويحفظه وإن شاء الله مستقبل خير للعراق، نتمنى هالشيء هذا. مثل ما قلت هسه هو يقول لمحمد الشياع السوداني، إذا كان فعلا لمحمد الشياع السوداني فاش ايدك وبارك الله بيك والله يكثر من أمثالك. وإذا كان مو لمحمد الشياع السوداني كان الغير سياسي أو الغير مسؤول هم عاش سيدك وبارك الله بيك، لا مأثر على الناس
لا مشغل لك وي 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 طوط 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 وذن السوالف اللي تجي. محترم نفسك وما خس سايد ومخلي الناس لها سايدين وجزاك الله خير الجزاء. هذا الفيديو ايضا انتشر بصورة كبيرة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي بالفترة اللي مضت، وكان رائج ايضا وتداولت الناس بشكل كبير جدا. خلينا نشوف تعليقاته وردود فعل الناس حول هذا الموضوع. يقول او تقول من صاحب المقولة سعد عبد الكريم الدراجي، حي الله ابو دراجي، يقول استاذ محمد رئيس الوزراء من كان وزير على الصناعة هو هذا حاله، لا يحب الفخفخة والتظاهر. الله يحفظك ابو مصطفى. ما معنى كلمة الفخفخة؟ سأترجم لكم هذه المفردة. الفخفخة هو الإنسان الذي يتباهى بالمال والجاه، يقول لك هذا يتفخفخ فايخ. الفايخ هي هو مشتقها من كلمة فايخ، يقول لك هذا فايخ، هذا اللي يمشي، هذا الفايخ اللي ما يهتم للناس والهذا، فيقول لك ما محتاج فخفخة. هذه هي المفردة. أبو عبد الرحمن يقول نرجو من الله تعالى أن يهدي قلبه وأن يرزقه القناعة وأن يعيد على يده هيبة الدولة واسترداد حقوق المظلومين وردع الظلام والفاسدين. احنا هم ندعو ياك والله يا أخويا يا أبو عبد الرحمن. غازي فنجان يقول تحية وتقدير واعتزاز بالقادة المتواضعين الأمناء الأصلاء المهنيين الشرفاء الشجعان الذين يخططون ويعملون بإخلاص سعيا لمستقبل أجمل والله الموفق. هكذا هو يقول، نقطة بعد وراها، يعني انتهت نقطة، انتهى الموضوع. علي آل سيد هاشم، نتمنى أن يكون أن يكون بارقة خير للعراق والعراقيين وبارقة. أما أبو ذر يقول بس يتوجه للإعمار والإصلاح راح الكل يكون ضده، انتظروا. مستحيل اللي يكون ضده فهو ضد البلد، بالتالي هذا هو الحق، نحن مع الحق. هذا كان ثاني فيديو عندنا في حلقتنا لهذا اليوم. الفيديو اللي راح يجي وراح نشوفه هو في احدى شوارع امريكا، زومبي، تحس مشهد من فيلم، بس هذا واقع وحقيقة. شاهد كمية الناس اللي تتعاطى المخدرات والافيون وغيرها من الامور، وراها نرجع نسولف. يمكن مشهد من فيلم، فيلم نهاية العالم، فيلم فديتشي، فد وباء واقع على الناس والناس صايرة مخضلة. ماكو غير تفسير، ماكو. بس أنا أتذكر تصريح سابق لوزير الداخلية يقول نسبة الإدمان بالعراق 50%. زين إذا 50% ليش ما شفناهم بالشارع؟ هسه احنا اذا نطلع نلقى عراقي بالشارع، نلقى شارع كامل بيه بس هيجي نايمين على الرصيف؟ شو ما شفنا الناس توقع بالشوارع من وراء المخدرات؟ حسب كلامه يقول 50% من الشعب العراقي. بوقتها اخذنا هذا الموضوع هنا بحلقتنا وبقينا نسولف هواي، حتى انا واحد الناس قلت لكم هسه اطلع انا مدمن وما ادري بنفسي. 50% يعني نص العراقيين، يعني اذا احنا 40 مليون ف 20 مليون مدمنين. زين ال 20 مليون شو ولا شفنا واحد من هاي الملايين نايم بالشارع. بس هذه هي امريكا،
وهاي شوارع امريكا، هاي الحريه والديمقراطيه والانسانيه وبلاد بلاد المدري شنو والوطن الجميل، هاي يضحكون على الناس، هاي هي هذا وضعهم وهذا وضعهم. يا جايبه من جيبي، مصوره بمشهد تمثيلي، جايبه من فيلم لو مثل ما تشوفون، بشر قرر يمشي ويصور الناس، يصور الناس، هاي الناس، هاي الناس بامريكا، امريكا اللي يلجأ لها الجميع بحثا عن الحياة الكريمة. هذه الحياة الكريمة. لنرى التعليقات حول هذا الفيديو. يقول 2 0 GBD، بعد سوي لك يوزر كامل، يقول نحن قوما أعزنا الله بالإسلام، وإن ابتغينا غير السلام دينا أذلنا الله. ال مدام هيجي خطر، ليش يصنعوه؟ لو يردون يدمرون العالم، هذا هو الأفيون. طبعا مادة الأفيون أنا قارئ عليها بالتليفون، وعندي من هي نبات الخشخاش ما ادري شو اسمه، زين، وهذا ينزرع بالدول الخاصة بهاي الدول، امريكا وغيرها من الدول، بس هم فعلا يردون يدمرون به الناس. هاي الحرية اللي تتكلم بها امريكا، اي حرية اللي تجرد الانسان كرامته وقيمته وصحته ويتحول الى حيوان متسول بالشوارع، تبا العقلية الهمجية وضياع الحياة الكريمة. الإسلام نبع النعم الإلهية والكرامة الربانية. شكرا يا ربي، خلقتني مسلمة أو مسلم بالأصح، قدوتي محمد وعلي. مصطفى يقول علماني، تعليق ساخر، يقول علماني نقطتين قول، الدين سبب تخلفنا وشوارع الغرب نظيفة. علماني خش والله خش يسخر مصطفى، علماني فعلا يجي يقول العلماني ما كله الملحد، الدين سبب تخلفنا على قولته وشوارع، فعلا هو هيجي يحكي، الدين لو ما الدين الاسلامي كان ما كان شو اسمه، هاي المشاهد تلقاها، بس الدين الاسلامي موجود الحمد لله على نعمه الاسلام. اخر تعليق من روانه، روانه يا روانه تقول وين المنظمات؟ وين حقوق الانسان؟ وين مكافحة المخدرات؟ لو بس قادرين علينا، فعلا مو بس قادرين علينا. هذا كان فيديو من شوارع أمريكا، يرفده فيديو آخر أيضا من شوارع أمريكا، هكذا يعاملون المرأة وحقوق الإنسان، حرية المرأة بالواقع والحقيقة هكذا تعامل المرأة عندهم. هكذا تعامل المرأة، ويظهرون حقوق المرأة وحقوق الإنسان وبلد الحرية وبلد ديمقراطية وحقوق الحيوانات أجلكم الله، وكل شيء له حق. هذا هو الواقع، لا جايب شيء من جيبي، لا ماخذه من فيلم لو مسلسل، هذا واقعكم، هذا واقعكم. زين، وطبعا هاي الفيديوهات اذكر من خلالها الحاله العنصريه لجورج فلويد، الحاله العنصريه المقيته اللي انقتل من وراها الشاب الاسمر، وعلى شنو؟ على يمكن تهموه بانه هو سارق من متجر 20 دولار ما ادري ايش قد، ويقول له بليز اي كانت براي، يقول له ما اقدر اتنفس، ما جاي اتنفس، ما اقدر، ما جاي اقدر اتنفس، يقول له وبقى
ما يقارب 13 دقيقة مسوي له هيك ونايم فوقه وخنق لحد ما فارق الحياة. كل هذا اللي يصير هو بأمريكا، ودائما نشاهد أحداث وأحداث، لكن يطلعوننا بالأفلام بالمسلسلات يسوون الحياة وردية، ولكن هذا واقعهم لنشاهد التعليقات. لو كان هذا المشهد في إيران لقامت القيامة، وفعلا هم اللي يأججون الموضوع بغير بلدان، ذا يصير موضوع بسيط، هم اللي يأججون الموضوع، ولكن في بلدهم ما حد يدري. بس احنا نجيب لكم هاي الفيديوهات تدللون بالخدمة عمي صديق، تحجون كذي بمحلكم هذا يابا. والقهر في ناس ينخدعون بديمقراطية أمريكا. حمامة سلام يا زعم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. أمريكا أم الإرهاب أم العار، هكذا يقول أبو تراب. الفيديو الآخر اللي راح نتناوله أيضا رائج في مواقع التواصل الاجتماعي، ملك بريطانيا الذي بعد شنو؟ بعد 100 سنة مدري سوا يلا صار ملك. خطية انضربوا بطبقة بيض أحمر، يمكن مدري بيض زين، انضربوا بطبقة مع البيض خطية، صار عليه البيض من كل مكان. خلينا نشوف الفيديو. ألقوا القبض عنه بنهاية الفيديو بعد ما انضربوا بالبيض خطية، خرب بيت عليه، انضرب بالبيض طبقة يمكن شمرت عليه، صار عليه شو اسمه، ولكن أيضا تم إلقاء القبض على مطلق العيارات البيضية، أسميها عيارات بيضية، يعني صارت مثل الطلق طب طب. ما شاء الله هذا قعد 97 سنة، أخته مدري أمه مدري بيبيته مدري منو الملكة 97 سنة زين 97 سنة يلا خطية هو استلم. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو. يقول أو تقول نور أحمد تقول بسبب التدهور الاقتصادي في البلاد وتغيير رئيس الوزراء 4 مرات ولا يوجد حلول، زين علامة الاستفهام لمن كاتبتها؟ ولا يوجد حلول، انت جاي تعطينا المعلومه ليش تستفهمين وياها؟ مروان يقول اين الحريه التي دمروا العالم لاجلها؟ والله صدق دمروا العالم على مودها. ياسر يقول هسه هذا زين، لعد تذكرون وانتظر الزيدي بالاجلكم الله بالحذاء لو منو رئيس امريكا؟ هو شنو رئيس امريكا خطيه؟ اكل زوج مو واحد، زوج جوزي 43. ابو سعد يقول هو عمرك فوق 70 هم تخاف وتهتم للبيض؟ ابلعها وخلي ذكرك التاريخ بخير. اخر تعليق يقول حقوق انسان فعلا. مع هذا التعليق وهذه الضحكة اللئيمة نوعا ما، مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة، أقول لكم في أمان الله.